عودة لا ام تي في الايف ولا فقرة واتس كوكينج مع شيف شربل صافي. اليوم وصفتنا هي دجاج بزبدة الفستق، وصفة افريقية حسب ما كان عم يشرح لي الشيف تحت الهواء، ورح نشوف من شو مكونة. هاي شيف، هلو، كيفك؟ سافا، منيح. اليوم اخذنا على افريقيا. ايه، ليه بلش الشوبات يعني وهيك؟ بلش الشوبات بغري. بتلاحظي انه على طول الاكل بافريقيا بيكون حر؟ مزبوط. وعندهم نكهات خاصة، يعني نحن ما رح نفكر نعمل دجاج مع البينات باتر، يعني ها اكيد اخذينا من افريقيا، لانه اصلا البينات باتر والبينات وكل شيء هيدا كله جاي من افريقيا. مزبوط. كيف رح نعملها اليوم؟ هلا قلت لي عم تشوفي انه كثير اكيد من اطيب الاكلات. هلا الدجاج مع البينات باتر، بتعرفي قد ايه في جاليه كبيره لبنانيه عايشه بافريقيا، سو بنقله شوي من الاكل الطيب الافريكي، يعني نحن كمان بنحب هالطعمات يلي بيجوا شوي سبايسي. سو ايه اليوم رح بس البينات باتر يمكن رح تعطيها شوية هيك سويتنس، ما هيك او لا؟ تعطيها اكيد، تعطيها حلقة، رح يصير في شوية بالانس يعني بالنكهة. بس حرة؟ حرة رح تكون حرة شوي. يعني اللي بحب الحر خففت مزاج الحر عادة لأنه كرمالي 100% وكرمال لي كمان ما بحب الحر كثير، خفف دوزاج الحر. بس عادة أكلة مثل هيدي إذا بتنعمل بافريقيا بينحط تقريبا بحدود الوقيه من الحر بقلبها مع سلق الدجاج. حر حر عم نحكي، ايه لازم تكون كثير حره. سو يلي بحب حر ما يفكر مرتين يحط حر بقلبها، لانه بيلبق لها كثير 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 الحر. وفينا نخفف قد ما بدنا. مزبوط. اكيد بطبيعه الحر. انا شو عم بعمل؟ بحبوا كثير هن الدجاج يكون على طول مثل اليخنه، يعني ثلاث ارباع اطباقهم بتبقى مثل اليخنه. عادة يعني هيدي الأكلة مع صوص، يعني مع فيها مرقة صح، يعني بالصوص بدها تكون. عادة هالأكلة بيقدموها مع الكاسافا يلي هي شكلها مثل البطاطا، صار في منها حتى بلبنان نظرا لهالطلب الكبير. أنا حقدمها اليوم مع رز، بس يلي بيلاقي الكاسافا بيسلقها مزبوط، بيشيلها بقشرها مثل البطاطا، بدقها مثل البطاطا البيوري، بتمغط كثير، فوائد صحية كثير عالية، كثير بيلبق مع الكاسافا لأنه هي أصلا تنزل مع هيدي أكل. أو إذا بدنا الرز ما في مشكلة أكيد، لأنه كثير طيبة مع الرز. شوف شو عامل أنا هون، حاطط عامل فروج، حاطط فروج على النار. أوكي، سلقته. أوكي. سلقته ما يعادل تقريبا الساعة، لأنه كيلو ونص الفروج، بنخليه فترة تنقدر نسلقه مزبوط تنحس إنه هالفروج خلص استوى على الآخر. على الآخر بنحط معه بصلة صغيرة أكيد، شقفة جزر. هلا شوفي أنا شو حاطط بقلبها. شو هلا بتتفاجئي شو حاطط؟ بس ما تنقذي هلا، في روايح كثير طالعه اليوم عنا. ايه، في روايح. طيب عشان بقدر احذر، رح شيل الفروج انا هلا لانه اوريدي استوى على الاخر، يعني ليكي قد ايه الفروج مستوي، رح شيله كله. نشيل كمان في بهارات. البهارات هلا لا، هلا هلا مسلوقه، لانه في حر بقلبها. اوكي، حاطط قرن حر بقلب الفروج مثل ما هو بقلبها، استوى على الاخر الفروج ماشي، يعني ما بقى عم شيله على مهلنا. فرص. لازم يكون هالقد مستوي، لازم يكون هالقد طري، ما بدنا كثير. هذا شو الاخضر اللي عم يطلع؟ اوكي، هلا انا حط هون، حط مع عنق البقدونس، دائما على طول بحط عنق من البقدونس مع الدجاج، بيطيبها كثير. وحاطط قرنين حر حر، صح، يعني مخفف الدوز انا حاطط قرنين حر. سو رح شيلهم. كتر خيرك. رح نشيلهم هلا. عادة يعني بنحط ورق غار، بنحط هيك اشياء، ما هيدا كله اوت اليوم. كله اوت. اوت. بصل. يعني مش على جزر صغيرة، شقفة جزر صغيرة بقلبها، ما في عندنا مشكلة. أكيد على طول ننتبه على شغلة، إنه نرجع نشيل الحر إذا ما بدنا، نرجع نشيل الحر اذا ما بدنا تطلع كثير حره، خلي يكون فيها لدعه صغيره ما تطلع حره، عاده فينا نطحن الحر بقلبها. لكن الفروج شلناه، هون عند المرقه البرقه صارت كونسنتري مزبوط، يعني عم نحكي على ساعه ساعه سلق، لاحظت قد ايه الفروج صار. انت شلت الحر؟ شلت الحريت منه. مش مزعبر، ما بقى في شيء؟ لا لا، ما في. باذنجان مفروم تقريبا مثل البيتي دي، بنسميها مثل التبوله، مثل بندوره التبوله، بنحط الباذنجان بقلبها، بنحط كمية من البصل بحدود ال 200 جرام من البصل كمان بقلبها، بنحط زبدة الفستق بحدود الكوب الواحد 200 جرام من زبدة الفستق. يعني هالكمية من زبدة الفستق بتكفي تتخفف من الحر؟ لا. ما في مهرب من هيك أكل حر. بتعرفي انه هلا كنا عم نحكي انه بلاد الشوب بياكلوا حر كثير، صح؟ غريب، مع انه الحر بشوب. ايه بس ما هيدي، لا ما بيشوب الحر، بيعطي رده فعل عكسيه يمكن.
بيعلي حراره الجسم اكثر من حال من الشوب، مش هيك بتحس بالبروده. سو على طول بيعلوا حراره جسمهم تجسمي بورد، يعني بصير حراره جسمهم اعلى من حراره التقسيه اللي هن قاعدين فيها، مشان هيك بحسوا. حتى الشاي زيت الخبريه مزمي. يعني بتلاحظي على طول بالبلاد يلي فيها شوب كثير بيستخدموا الحر الاشياء اللي بتعلي حراره الجسم مزبوط تجسم يعمل رده فعل. لكن هون دورنا زبده الفستق بقلبها، لكن هيدا مرقة الدجاج حطينا لها بصل باذنجان زبده الفستق. مزبوط مزبوط. رح احط شوي من البيض الابيض، هي انا زياده من عندي لانه البيض الابيض انا بالنسبه لي هو على طول فاليو، يعني بيعطيك قيمه زياده. فيكم ما تستخدموا البيض الابيض ما في ولا اي مشكله. بدنا ملح، بعد شوي لانه بتعرفي زبده الفستق مثل ما حكينا حلوه بهار ابيض، ما البهار الابيض كمان بحرحر شوي. ايه رب البندوره كثير مهم في قلبها. لاحظتي يعني كمان من الاكلات الطبخ تبع الفروج اللي هو مجرد ما خلص الفروج الطبخ تبعه صارت هينه الاكله تنعمل. اكيد ليك يا جماعه كل شيء بقلبها تنقدر نحضر هاليخني اللي نحن عم نعملها هلا. بنحركهم مزبوط، نترك هالباذنجان يستوي، البصل يستوي بقلبها مزبوط، لونها لازم يكون تقريبا زهري، يعني يكون لونها نتيجه اكيد رب البندوره يلي موجود بقلبها. بقلبها حطها كلها هيك. خلينا نخلي الدجاج هون. بدنا نحضر هلا الصلصه يلي هي مؤلفه من المانجا، زيت زيتون، بصل اخضر، فليفله حمراء او حر احمر، كزبره يابسه، زبده والفول السوداني يلي هو هلا بدنا نعمل له طحنه صغيره. هلا بدي هلا انت جايب علقنا على الحار، الفليفله حلوه او حره هون؟ هيدي حلوه تنعرف شو رح ندوق. لا بقول لك اصول تكون حره، تكون قرن حر يعني مفروم بقلبه. سو دوبلنا كميه الفليفله و مشان ما نعمل اكله حره بس هيك الخبريه. مع انه انا يفضل يكون الفليفله حر. حر الاكله لازم تكون حر، طعمة الحر موجوده بقلبه لانه غير طعمي بس تتعودي على الحر. مانجا زمنت اليوم، زمنت اليوم ما هيك راضي علينا. عملتها اصولها ما رح فيك تعملي تيستينج معي. يلا مانجا، اكيد مجرد ما نحكي اكله فيها حر معناتها بدنا حلا، بس بدنا نعمل لنا حلا كرمال نقدر نعمل بالانس بين الحر والحلا. هو بيطيب يعني، يعني على طول كل شيء سويت وحار طيب. أوكي. مع بعضها كومبينيشن طيب مع بعضها. يلا بنقصهم كمان شقف صغار كرمال نكسر شوي يعني. ايه طبيعي. شو صاير عندي هون؟ شوف نحن تاركين هلا المرقه مع الخلطه تغلي صح تيستوي البصل يستوي الباذنجان. مزبوط مزبوط. وشو بدنا نعمل فيها؟ نرجع بدنا نعوزها كمان بالصوص هلا. اكيد بدنا هي الصوص. بدنا نرجع نحط الدجاج بقلبها. الصلصه بدنا نقدمها نرجع على الوجه. يلا نفرم البانجا مزبوط. لاحظتي عم بفرمه مشقف. مش معقول قد ايه طيب المانجا مع الدجاج. روعه، وخاصه يلي بيتعود على هذا الاكل الحلو والمالح بزيت الوقت. مانجا بفتكر انا ما بقى بدي اكثر حرام. ايه صار عندي منيح. ما بدنا اكثر من هيك مانجا لانه ما تحلى كثير. ايه لما ما بدنا اياها كمان تحلى. بتجي في زبده الفستق كمان. صح هون بس تبلش تغلي مزبوط هي زبده الفستق. هلا ما نطحنها طحنه صغيره، هي بتبلش تعقد حالها بحالها مع الباذنجان والبصل. يعني ما في لزوم نزيد نشا او حي ولا شيء ثاني. لا لا منك ضروري تركيها تغلي. أوكي. لفتره معينه من الوقت لتشد مزبوط. هلا هون نحن ان شاء الله تشد معنا على السريع. بدنا نطحنها طحنه صغيره نرجع نحط الدجاج بقلبها. يلا مانجا بدنا نحط الفليفلة الحمراء أو الحر، بصل أخضر، كزبرة يابسة، هي
هيدا الصوص اللي على جنب اللي رح تنحط على القلب على الوجه. هيدي ايه هيدي اوبسيون يعني فيك ما تحطي منها فيك تحطي منها. انا كثير بفضل بس بتخيل استخدمها. كثير طيبه بتخيل. ايه رائعه جدا. روعه روعه روعه. ملح كمان رشه صغيره من البهار الابيض. عندي هلا الفول السوداني بدنا نطحنه طحنه صغيره. كل المرقة مع بعضها. لا بدنا نطحن الفول السوداني هلا. ايه نطحنهم مع بعضهم. يلا وين الزيت؟ شكله مزبوط. اوكي بس حلوه بده يضل هيك قرشته كمان. بتضل القرشه ما هيك؟ نحن ما بدنا اياه يكون كثير بودره. بودره بس تكسر عم نكسر بس كرامبل كثير منيح هيك. لحظه في بارت منه شقف. الصوص هون عم تغلي مزبوط. خليها حدي. خلينا نبلش نتبلها كلياتها سوا. ملعقه زيت زيتون. زيت زيتون اوكي. بس زيت زيتون. بس زيت زيتون تنعطيها لمعه وتنحميها. وبتعرفي زيت زيتون على طول له طعمه يعني طعمة الزيت زيتون بيضيف عليها نكهة. حامض ما حامض لا ما في لزوم. ما بدك أبدا ما بيلبق أبدا الحامض مع هيك نوع من الأكل. البينات باتر أكيد ما بيلبق له الحامض. يعني حتى المانجا نتأكد منها إنه ما تكون فيها حموضة تكون حلوة ما تكون فيها مني. صح صح. هاي الصلصة يلي نحن هلا بدنا نضيفها بدنا نحطها على الوجه. ألوانها حلوة طعمتها لحالها نكهة يعني هيك هيك. الصوص فيها تكون يعني لغير طبق دجاج كمان يعني كثير كثير كثير. على طول بحكي عن الصلصه. الصلصه هي فيك تستخدميها لكثير اصناف من الاكل حسب شو هي فيك تستخدمها. يعني فيك تزيدي لها بعد كثير كزبره. فيك تزيديها على على فينا نزيد كزبره خضراء طبق الدجاج المشوي اكيد مفهومه لانه أكيد. مره عملت شيء قريب عليها كان فيها كزبره خضراء. كان فيها كزبره آه بتذكر. مزبوط معك حق. صح كانت كثير طيبه وقتها كانت رائعه جدا. هون شو صار عنا بالمرقة؟ دقيقة يلا بدي اطحنها مزبوط. انا مأول غليان عليها تنلحق نخليها تعقد. لكن تنذكر هون عنا مرقة الدجاجة اللي ديجا نحن كنا حاطين لها حر يعني هي حرة تعتبر. حطينا لها الباذنجان البصل بينات باتر مزبوط نبيض ابيض صح. شو كمان بهارات؟ بهار ابيض وملح. في شيء زيادة؟ رب البندورة ما ننسى اهم شيء اساسي فيها. يمكن لازم تغلي طب. بعد او لا اكيد بدها غليان بعد اكيد. هيدي الاكله مثل ما عم بحكي على طول لازم تكون كثير فيها صوص. عم نحكي عن طبخه الصوص اطيب من الدجاج يعني هالقد الصوص تبعها طيب. يعني فيك تاخذي الصوص مع الرز هالقد بتعطيكي بس هلا نحن اذا دقنا الدجاج لوحده رح نحس بطعمه الحر يلي لا لا ابدا ما منحس ابدا بس خلص عاد اخذت السافر بس منها حره ما بتعطيك حر. ايه هلا انا لو حاطت الكميه اللي انا بدي اياها لو حاطت وقيه حر طبيعي وقيه حر اخضر عم نحكي حر اخضر حر اخضر صح اكيد بدها تعطيها طعمه اقوى اذا اكيد اذا حطينا وقيه حر. انا عاده بخلي الحر شقف بشيلهم مثل ما عملت هلا شلت الحرات برجع من بعد ما نطحنها برجع مسقط الحرات بقلبها اوكي بخليهم شقف لانه طيب يطلع مفرومين لو مفرومين بيعطوا كمان بيعطوا طعمه بعد اقوى بكثير. احنا هون ما خربناهم لازم نخليهم شقف هيك يعني قرن الحر لازم يضلوا موجود هيك بقلبها. اوكي انت بالملعقه بتشيلي شقفه مع الحر مع الدجاج بتعطيكي طعمه طيبه لانه اذا طحنتي وقيت حر حطيتيها بقلبها انا ما بقعد فيني اكل اكله. انا اللي بحب الحر يلي بحط حر مع اللبنه ما بقعد فيني اكل اكله هالقد بحب الحر. الفروج بدنا الفروج عم نشيل منه اكيد العظم من الجواني. ملاحظة انه بالايد طلعي قد ايه صار طري طري. قرقوشة تنشل من هون ليك كيف كل شيء بينشل منه خاصة هو سخن بتقدري ايه. تقسميه ل نحن كيف رح نقدمه هيك بهالطريقة؟ بهيدي الطريقة ولا رح نفرته؟ طبيعي لا هيك بهيدي الطريقة بيتقدم. فيك تقصيه لتمنات فيك تفصفصيه تحطيه على الوجه ما في مشكلة. أوكي. بس شرط ان دنا محافظين على
على الشيب. خلصت وصفتنا؟ خلصت وصفتنا. هن لكن الصوص نطرين الصوص بس لتقعد معنا شوي صغيره. اوكي. وبنكون نحن هلا بدنا لانه نحن ناطرين الي تندوق نحن وياه بعد شوي. يلا عشان هيك كمان خلينا الشيف تعرفي لانه الي بحب البارت البريست اكثر من الفخذ. وعن البقدونس كمان على طول الدجاج بدك تعطيه طعمه. هلا كمان للسلق شغله كثير مهمه يلي بده يخفف الدسامه تبع هيدي الاكله. بده يعتمد شغله، فيه يسلق يعني خلص يسلق الفروج يغليه تقريبا بحدود النص ساعه. ايه بشيل المي بغيرها بيرجع بحط مي جديده مش غلط ليخفف شوي دسامه من الفروج. دسامه عم نحكي او حر؟ تخفف بس بيرجع بتاني مرحلة بيزيد الحر بيكون اكيد غالبهم مع المواد المعطرة. تاني مرحلة بيقدر يحطها يرجع يكفي سلق بيكون شال تقريبا كمية كبيرة من الدهون من قلب. اوكي هيدي فكرة حلوة من قلب الفرش اكيد. بس بتعرفي لأنه هيدي الأكلة كمان زبدة الفستق يلي رح تعطيك دسامة يعني ما رح ايه مظبوط اوريدي. في منهم بخففوها بهيدي الطريقة بيسلقوا نص سلقة بشيلوا بغيروا المي بيرجعوا بحطوها. شو صار عنا بالهونيك؟ هلا ناطرين لتعقد حالها. اخذت الطعمات كلها مع بعضها ومشي حالها ما هيك؟ طعمه روعه. طعمه روعه. والباذنجان مهم تنحس بهيدي القرش نحن وعم ناكل نحن وعم يعني مهم يكون فيها كمان شيء هيك خضره. شوفي الباذنجان بيعطيها تكستشر وبيعطيها طعمه هلا بس تذوقيها. لانه بتعرفي الباذنجان هو من الطعمات يلي خفيفه بتنعاد طيب. ما بتنعاد طعمات قويه بس بهيدي الاكله بتحسي ما بتحسي بطعم الباذنجان بس بتحسي بطعمه هيك شويه مليئه مثل ما بيسموه. غريبه طعم الباذنجان المسلوق بس بيعطي طعم بيعطي شيء مليئ وبيكون شربان من الصوص يعني اكيد بيكون شربان من الصوص. يلا هون انا عندي الفروج صرنا مقسمينه الفخذ قسمناه اثنين الدبوس والورك. عندي الصدر كمان القصن اثنين هون خلص بريزنتاسيون يعني هون نحن صرنا تقريبا حاطين بحدود ثمان قطع. قسمنا الفروج لثمان قطع. هاي الي بونجور شرفنا. الكاس جاهز كله جاهز الاكل الطيب جاهز ناطرين السيرفيس بس نحن يلا اقعد لكن يلا انا رح بلش اسكب ومثل ما حكيت انا هون انه حاطط عامل الرز. كيفك مع الاكل الحر يا الي؟ مش كتير حار؟ ماني محر لا ما هو من الاول قال لي مأذي لالي بشرقي لا قال لي اليوم عارف انه في انت والي ما قوينا الدور. الي الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كيف كانت سفرتك؟ كثير حلوة منيحة؟ كثير حلوة موفقة كانت؟ الحمد موفقة. لله الحمد موفقة لله. الحمد لله اشتقنا لك يعني غبت عنا جمعة أنا كمان إيه والله واشتقنا للتيستينج اشتقنا للتيستينج مظبوط رجعنا للتيستينج أكيد أهم شيء. يلا رز الرز عادي أكيد عادي لأنه الصوص ما فيه كله شيء أبداً مطيبات الصوص كلياتها هي للتأثير مثل ما برجع بحكي انه فينا نعمل معها ماشت بوتيتو فينا نجيب الكاسافا يلي صارت متواجده كثير بالمتاجر خاصه المتاجر الخضره الكبيره يعني ما بتلاقوها وين ما كان يلي هي بتنعمل مثل البطاطا بتنسلق بتاخذ وقت اكثر من البطاطا اطيب بكثير من البطاطا مع هيدي الاكله لانه مثل ما قلت لك بتمغط يعني بتصير كثير فيها هيك تكستشر طيبه. يلا بدك تسرع قد ما فيك تنقدر يلا ندوق زركونا لانه بالوقت مش معقول حطت الحق عليك جارتك السابقه رنا جارتي السابقه عم تسمعها يعني. ولا بقى؟ لا يلا دجاج رح نحطهم هيك على الوجه. اوكي يعني لانه نحن مش حاطين شيء بهارات بالدجاج طلع لونه ابيض ايه اكيد لانه مسلوقه سلق عادي بلا شيء صح لانه مسلوقه سلق. يلا حطينا الدجاج هيك هلا فينا نحط الدجاج بقلبها افضل بكثير. هلا نحن الصوص رح نحطها عليها ما هيك؟ رح نحط عليها بدها بعد شوي تعقيد الصوص بس هلا لانه لضيق الوقت رح نضيفها هيك وانا برجع بزيد لكم هلا صوص عليها
انتم عم تدوقوها. لازم تكون اكثر الصوص. هلا نحن خلينا نحط قد ما بدنا لان صح هلا حنوثق فيك بس ما بنعرف. يلا خلصت؟ كزبره لانه حاطين كزبره يابسه فيها ورقتين هيك. هيدا شو الطبق تبع بقدونس هيدا؟ كزبره. يلا تيستينج على السريع نجيب لهون طنجره كلها سوا. صورة سريعة. صورة ما فينا أكيد على السوشيال ميديا. أنا باخذ السفينة. يلا. وأنا باخذ الفخذ. قسمة حق. إيه. على الأرض إيه. أنت رح تحط لك الفخذ لأنه صار الليديز فيرست بالأول يعني. فينا. صوص. إيه ما تكتر. أوكي. ما تكتر لي. أنا كريم. السفينة إلي. تندوق الطعمة مع البينات بوتر روعة. ما أنا حرة أبدا. ما قلت لك ما حط يعني أبدا أبدا ما جبرت ما حط حر. شو بدي أعمل مجبرت أبدا بس والبينات بوتر طعمته روعة. شفتي روعة مش معقول أبدا يعني أول مرة أنا بدوق بينات باتر مع دجاج يعني مع طبخ وكتير كتير كتير طيب. شو قالي حبيتها؟ كتير طيبة ذكرتني بأكلة أفريقية. ما هي أفريقية صح؟ إيه؟ أنا مش عم بخيط عم حضرتك التربية. شو هذه فوفو؟ ولا فوفو كتير قريبة على الفوفو صعبة بيجو. شو هي شو اسمها؟ هيدي الأصول اسمها دومبا يعني منا ويل نون بلبنان. من ليبيريا اكثر شيء هيدي الاكله متواجده معروفه مشهوره فيها ليبيريا. هن عم يشتروا كثير بالبينات باتر. صح مزبوط. ميرسي كثير شيف ثانك يو. كثير طيبه عن جد يعني روعه مثل العاده. الي صحتين. مشاهدينا خلصت فقره واتس كوكينج وخلصنا تيستينج كمان لليوم وانا رح ودعكم وبناخذ بريك وبنرجع من بعده لباقي الفقرات.